انا لما ابتديت من 14 سنه كنا شركه صغيره جدا، كنا شركه فيها 12 شخص وكان عندنا احلام كتيره. يعني انا اقدر اقول دلوقتي ان احلامنا كلها مش اتحققت، احلامنا حصل اكتر منها بكتير جدا عشان يعني ابتدينا. فالسر بس هو في البدايه، فابدا entrepreneurship هتفرق كتير قوي في البلد. يعني كل الناس عايزه تغير، طريقك للتغيير ان انت تبدا. البدايه دايما اصعب خطوه على فكره، بس يعني انا عارفه كويس قوي انها يعني عن خبره. احنا ابتدينا من 14 سنه وكنا 12 شخص في مكتب، وكان احلامنا اكبر منا بكتير جدا. احلامنا كلها مش بس اتحقق اكتر منها بكتير، والواقع بتاعنا يعني فعلا عايز تغيير، والتغيير هيجي من كل البدايات الجديده اللي حصلت دلوقتي بكل الافكار الجديده. ابدا مع جوجل.